جايين عشان نشوف الكوبري اللي اتفتح جديد ده، لان ده سمعنا ان ده انجاز حاجه فوق الخيال، وطبعا الصوره غير الواقع. احنا حبينا نلتمس الواقع ونشوفه، ولقينا الانجاز ده انجاز حاجه فوق الخيال. طبعا احنا بنهنئ الساده اللي هم المهندسين والفنيين اللي اشتركوا في تنفيذ هذا الكوبري، لان الكوبري ده من ضمن المعجزات اللي هي تعتبر معجزات عالمية. يعني إنجاز جميل جدا والله، يعني أنا حابة أن أنا آجي وأوري لأولادي إنجاز بتاع الرئيس السيسي، وطبعا المجموعة اللي معاه، يعني حاجة مشرفة جدا لينا وحاجة محترمة جدا، وبقول له ألف شكر، ألف شكر يا رئيسنا. يعني حاجة طبعا فخور بيها جدا، يعني أنا أشوف حاجة زي كده على أرضي، على أرض البلد بتاعتي، وحاجة أفتخر بيها جدا. انا برضو يعني تقريبا انا عايش في الجيل ده، طبعا اول في الجيل بتاعهم يعني، فدي حاجه بالنسبه لي مشرفه جدا بجد. يعني احنا داخلين على الكوبري، اول الكوبري، بجد كنت مبسوطه جدا ان انا شايفه حاجه زي كده، وفعلا انا فخوره جدا ان بلدي كده، وفخوره ان الرئيس السيسي كده، وبتمنى ان انا اشوفه. بجد انا مبسوطه جدا، يعني تحيا مصر. انا حبيت اطلع الكوبري اتفرج عليه. اولا انا سواق اصلا، معايا تاكسي هنا، وكان معايا زباين، فبيقولوا الكوبري عايزين نتفرج عليه وكده، فقلت لهم تعالوا. طلعت عليه اصلا، قلت لهم طلعت عليه بس من الطريق الاولاني اللي هو طريق الضبعه، من ناحيه الوراق كده. وفي الاول والاخر احساس لا يوصف، يعني ان احنا حاجه زي كده حاجه مشرفه للبلد. كنا من احدى الناس اللي شغالين في المشروع ده الحمد لله في المقاولين العرب، ولينا الشرف طبعا بالكلام ده، وعملنا كوبري الحمد لله على اعلى مستوى، وجايين نتفرج بقى على نتاج شغلنا. يعني كان احساس بصراحه جميل جدا ان احنا بنعمل برضه حاجه كبيره للبلد، وان الموضوع كبير يعني، وكفايه بس ان اتعمل بايدي مصريين. هقول لحضرتك حاجه، انا من الزقازيق شرقيه، انا قاطع دلوقتي حوالي حاجه و80 كيلو مخصوص عشان اجي اشوف الكوبري واشوف الحاجه العظيمه اللي احنا فيها ديت، ونروح نتسحر في الحسين انا واسرتي كامله. انا جاي عشان اوري الناس حتى اللي احنا فيه، احنا الحمد لله وشكرا، احنا طالعين لقدام، والله احنا طالعين لقدام، بس الناس تفهم وما تنسقش ورا الاشاعات، مش عايزين اكتر من كده، ان الناس توعى وتفهم مش اكتر من كده، وربنا يوفق رئيسنا باذن الله ويوفق بلادنا. بالنسبه لنا تحدي كبير جدا بالمشروع دوت، فكنا بادئين فيه، فعندنا اصرار وعزيمه ان احنا نكمل المشروع، فكنا بنوصل ليل بالنهار عشان المشروع ده يطلع للنور. بعلمهم حب انتباههم للوطن، باباهم حس فيهم الروح ديت من صغرهم، كل ما يفتتح اي مشروع لازم ياخدهم ويوديهم يتفرجوا على اي مشروع افتتحه الرئيس. انا سعيد جدا، سعيد جدا جدا جدا. احنا من حته اسمها المناشي، المناشي دي ما كانتش بتيجي على الطريق ده خالص، بنقعد 3 ساعات أو 4 ساعات عشان نوصل رود الفرج او نوصل مصر الجديده او نوصل الحتت دي. فانا في منتهى السعاده طبعا ان الكوبري ده وصلنا للحياه، وصلنا للقاهره، دي حقيقه كبيره قوي. يعني جاي النهارده عشان امشي عليه شويه، يعني من سعادتي انا جاي امشي شويه عليه، ما عنديش مانع ان انا اروح اقطع تذكره رايح جاي كل شويه كده، عشان انا مش مصدق ان الكوبري خلص. يعني احنا كنا بنعد الايام والله عليه، فالحمد لله الحمد لله ان هو اتعمل وتحيا مصر. دي حاجه فخر لمصري طبعا ان احنا عندنا حاجه عظيمه زي كده، وحاجه تشرف مصر طبعا في اي حته في العالم ان احنا عندنا زينا، وكمان احسن من الناس التانية كمان. وبشجع الناس ان هم يجوا يزوروا الكوبري هنا، يعني حاجه حلوه خالص. يعني والله انا يعني انجاز كبير دخل يعني في الموسوعه، واول مصري واول مره مصر تيجي يعني تخش في حاجه زي كده، يعني احساس جميل يعني بصراحه. فرحان، مصر بتتولد من جديد في عهد الرئيس السيسي، دي حقيقه. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. الناس عايزه ايه غير ان تبقى سعيده؟ انا بحيي زعيم الامه، بحيي حامل عرض وحامل الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. عايز العالم بحاله يجي يتفرج على الانجاز المعمول، دي حقيقه. الناس هتيجي تتسحر، الناس هتيجي تفطر، الناس هتعيش. تحيا مصر. احنا الحقيقه جينا النهارده عشان نتفرج على المشروع ونشوف الانجاز ده ونحس بيه بنفسنا، وبسطنا جدا فعلا احنا والولاد، حاسين احنا خارجين خروجه حلوه، يعني احنا مبسوطين جدا جدا في المكان ده، ونتمنى ان هو يعني يفضل بالروعه والجمال ده والناس تحافظ عليه. وكمان ما ننساش ان احنا نشكر اولا اللي وجه باقامه مشروع كبير زي ده. مساء الفل. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك، قول لي احساسك ايه النهارده وانت قاعد في عربيتك على اعرض كوبري معلق في العالم؟ والله انا مش عايز اوصف لك احساسي بجد، او يعني مش قادر اوصفه، يعني بالفرحه بصراحه ربنا، حاجه زي كده في بالوسع ده كله، بالكوبري ده، بالجمال اللي انا شايفه ده بصراحه ربنا. كنت اتمنى كمان يكون بالنهار الواحد يتفرج اكتر اجمل يعني، فبصراحه ربنا مش قادر اوصف احساسي بالجمال اللي انا شايفه
ومبروك على الشعب المصري بجد، مبروك على الشعب المصري. حاجة حلوة عظيمة والله، وربنا يخلي لنا السيسي يا رب، ربنا يخلي لنا السيسي يا رب. والله أنا مبسوط جدا جدا يعني بالحاجات الحلوة اللي بتتعمل في مصر بحالها، وربنا يكرم السيسي اللي بيعمل الحاجات الحلوة دي. طبعا فخور طبعا بالإنجاز العظيم اللي اتعمل، وده إن ده اللي يدل على إن الإنسان المصري لما بيحب يعمل حاجة هيعملها، وشيء يفوق أي تخيل أو أي توقع على مستوى العالم. إحنا كده دخلنا موسوعة جينز إن لم يكن من أوسع الأبواب، ياما ناس كتيرة حاولت قبلينا كمصريين ما حاولوش إن هم يعملوا أو يقلدوا، لكن إحنا كمصريين قدرنا نعمل الإنجاز العظيم الجميل الرائع دوت.